الست أمينة رزق يعني، دي لما انا اشتغلت معاها مسلسل، ما اعرفش اوصف الحاله اللي انا حاله القوه اللي انا كنت فيها، ان انا لمجرد ان انا بشوفها بس واعمل معاها مشهد، يعني ابقى بعد ما اخلص ابقى ماشي في الشارع ما فيش حد يعني زي عارفه واخد في وشه كده ومش همه اي حاجه يعني. طبعا حمامي كيفك يا ولدي؟ زي البغلي دي ولا تسألش على امك؟ زي بقى امك لا تخير والبركة ولا لاقي حد غيرك. ودي مين اللي معاك دي؟ دي القهوة تصايع من اللي انت ملموم عليهم. يا مؤاخذة يا بيه يا كخيبة منك نوت. ترى يا امك لسانك اللي زي الفرقلة ده سابت ليه؟ ايوه